ازاي تعملي شيت ماسك بالمنديل وبحاره مولوده عندك في البيت؟ هلوز، نبدا بالمنديل. اول حاجه هتجيبي منديل مطبخ. انا جبت نوع كده قماش شويه يستحمل معايا، هقسمه نصين بالطول، والنص ده هقسمه بحيث يبقى ربع، ومن الناحيه المفتوحه من المربع ده هعلم كده من الطرفين بتوعه الدايره بتاعتي هتبقى عامله ازاي او مساحتها عامله ازاي. فهبتدي ان انا بقى ارسم زي قوس كده في المربع من عند الناحيتين المفتوحين، وبالراحة بقى هبتدي اقصقص اللي انا رسمته ده، وشوف انتي حابة تكبري الدايرة تصغريها، يعني انا عاملاها على قد مقاس وشي بالظبط. هقسم الدايرة من النص واتني الحتة اللي فوق لحد قبل النص بحاجة بسيطة، قرب بقى خط النص هبتدي ارسم نص دايرة عشان العينين، وبرضه على حسب مقاس عينيكي تكبري تصغري براحتك. تحت العين بقى هقص التلات خطوط، خط للمناخير وخط للشفايف. خطين الشفايف هوصل ما بينهم بقوس وقص بحيث يبقى شكله حلو كده وواخد شكل الشفايف، وخط المناخير من فوق كده هقص حتة صغننة زي ما انت شايف، وده كده شكل الشيت ماسك، شكل لذيذ. يلا بقى بينا نعمل السيرم. مية ورد نقطتين، مية جوز هند نقطتين برضو، واو ريحتها صوبيا. مية جل صبار نحط برضو نقطتين، نقلب كده شوية، نجيب بقى فرشة ونغمسها في قلب المية اللي احنا عملناها ونلايط بيها الماسك، وده لو انت بتستخدمي مناديل رقيقة، لكن في حالتنا عادي جدا هاتني دي كده اهو وغطسها في قلب المية. المنديل بتاعي ماسك نفسه شوية او عامل زي القماش فمش هيفرول معايا وهيفتح بكل سهولة، وهحط بقى الشيت ماسك على وشي. الفكرة في النوع ده من الماسكات انه بيسهل عليكي تحطي انواع مواد سايلة او ميمية، الحاجات الميمية دي لو حطيناها على الوش عادي كده مش هيمسك في وشك ومش هيبقى زي ماسك، يعني احنا الماسكات بتبقى لازم تبقى كريمية، فلو ماسك مي مي زي الشاي الاخضر واللبن والحاجات دي الشيت ماسك بيساعدك ان انت تحطيها على وشك مدة معينة من الوقت من غير بقى ما تليط وتنقط وتزروت والكلام ده. ما فرقش اي حاجة عن ايتها حد، زي الفل بدون تكاليف. سيبيه بقى كده ربع ساعة مثلا وتعملي احلى كيكة في البيت، وطبعا ده استخدام مره واحده، يعني يتشال كده اهو ويترمي. الماسك ده هيبقى بديل ممتاز جدا للملبسه اللي كتير مننا مش بيلاقيها بسهوله، وبرده للكيسه دي اللي بقت لا قيمه لها مقارنه مع سعرها، المرطب ليه قيمه عنه. شفت انا بوفر لك ازاي؟ سيبه بقى ينشف وبس كده. باي.